السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على التتبعات نتاعكم فيديوهات، شكرا على اشتراكاتكم، شكرا على الأصدقاء الجدد. بالنسبة اليوم غادي ندير لكم صفة المدفونة. عندي هنايا نص دجاجة ولا الدجاج اللي عندكم، يعني حسب المستطاع. هنايا إذا كان عندكم دجاجة أو لجوج كتضعفوا المقادير، يعني البصل والبهارات غير كتزيدوا عليهم قليل. عندي هنايا قرفة، عويد القرفة، وريقة سيدنا موسى، قليل من الزعفران، غير هكذا نتيفة، شوية ديال الكركم، يعني ربع ملعقة، ربع ملعقة ديال بابريكا، هذه اختيارية تحميرة، بلاك بيبر، بزار أو الفلفل الأسود، قليل من الملح، ونص ملعقة من الزنجبيل، سكنجبير. هو دائما الزنجبيل في الدجاج كيعطيه واحد الطعم زين، كيحيد من عنده الزفورة. هنا عندي فصين من الثوم حكيتهم مبشورين، عندي هنا ملعقتين كبار نتاع القزبر، قزبرة. هنا عندي بصلايتين مقطعين على هذه الطريقة شرائح، شلتهم بحال هكذا. هنا كنشحروا مزيان هاد الدجاج مع البصلة حتى كتدبل البصلة والدجاجة كتدخل فيها البهارات. في نفس الوقت راني درت الماء في المقراج كيغلى. هنا عندي نص كيلو ديال الشعرية الصفة، هي هاد النوعية اللي خديتها من شيكاغو من عند العرب ستور. هنا غادي نبلوها مزيان بالزيت، يعني انا خدت معايا نص كاس نتاع الزيت او اكثر. كل ما تبللات مزيان كل ما غاديش تعجن لينا من بعد. هنا الماء راح عندي غليان في البرمة او في الطاولة اللي غادي ندير بيها الستيمر الكسكاس. في نفس الوقت راني كنشوف الدجاجة، صافي زدت لها معلقة ديال السمن. انا عندي السمن ديال هنا ماشي السمن ديال المغرب، يعني انا اللي درته غير الزبدة وذوبتها حيت منها الماء. هنايا هذاك الماء من بعد ما طاب صار فاطر غليان، كبيته فوق من عند الشعرية، هذا باش كيسهل علينا انها كطيب دغيا وكتعطينا الطوع. صافي هنا كنحاول نفككها دغيا، يعني ما خدتش معايا الوقت كاع نهائيا. خديت واحد شويه نتاع الماء من البرمه من الطاوه اللي فيها الماء غليان، هي باش سهلت عليا عمليه ديال، يعني بللتها شويه حيت هي نشفات. هنا من بعد 15-20 دقيقه هانتوما كي كتشوفوا راه درت الرويصات، يعني تشعرات الشعريه، كبيت عليها الماء اللي هو فاطر يعني طايب مزيان غليان. هذه المرحله الثانيه، هنا غادي نفككها. مهم الا تعجنات لكم، انا هادي ما تتعجليش، الا تعجنات لكم غديروا غير شويه ديال الماء وتبقاو تفككوها غير بيديكم شويه ديال الماء. غادي نرجعها للمره الثانيه بليطو، يمكن المره الثالثه هذه. لا المره الثانيه، المره الثالثه هي هذه، زدت لها القليل من الماء وزدت لها الملح، قليل من الملح والزبيده. بالنسبه للدهن اللي غتقولوا لي الزيت راني درت قبيله اكثر، يعني كميه كبيره، فداك الزيت كله تغسل، راني تغسلته بالماء فاش كنا تنكبوا فوق منها الماء، راه هزاك الزيت كامل ما بقاش، يعني ما بقاتش ميد الماء.
داكشي علاش زدت لها الزبده، والزبده نوعيه ممتازه. صافي هنا غادي نرجعها يعني غير 5 دقائق باش تدراسها شويه. هي هنايا وجدات، نتوما بحسب الاختيار ديالكم تقدروا ديروا الحليب، تقدروا ديروا اي حاجه تتعجبكم. انا ما زدت لها حتى حاجه، خليتها هكذا. هذاك الدجاج حيدتو، حيدت ليه يعني نتفتو، حيدت ليه العظام ودرت مريقه. المهم وحطيته في الوسط، درت شعريه في التحت والدجاج الوسط، كبيت عليها الشعريه من الفوق. نتوما غادي ديروا تزيين اللي يعجبكم نتوما. ها هي النتيجه، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. تلاقاو في فيديو لاحق.